والله ما عم تزبط معي. شاعر عظيم وكبير قد الدنيا وبياع بوظة. ان شاء الله فكرتيني بدي احمل براد الاسكا على ظهري ودور بالشوارع ونادي اسكا اسكا. لا، اساليب الانتاج تغيرت يا شادو، كمان تقييم الاجتماعي تغير. هلا قولي لي، فيك تقارني بين مثلا مطعم 5 نجوم وبيع فلافل؟ لا طبعا، مع انه الجوهر والمضمون واحد، يعني هذا بيبيع اكل للناس مقابل مبلغ من المال، وهذا بيبيع اكل مقابل مبلغ من المال. ايه بس شو جاب لجاب؟ هذا اللي كنت بدي اقول لك عليه، راس المال هو اللي بيتحكم بشكل الانتاج وبيعطيه قيمته الاجتماعيه والاخلاقيه كمان. وبعدين انا صعيب بدي اشتغل بياع بوظه، بس بمركز محترم بتموله شركه ضخمه واسمها مرموق. بعدين اذا مشي فريقي وشوبت لي شويه باخذ لي اسكايه وبخصم حسابها من حسابي، يعني بخصم حقها، وبجيب لك كمان على البيت لك وحده. مو انت بتحبي البوظه؟ انا موت على البوظه. لكان ادعي لي يقبلوني. دخيلك، وليش حتى ما يقبلوك؟ اصلا يصح لهم بياع بوظه مثقف مثلك. مزبوط عم تحكي مزبوط، بس انت ممكن تتخيلي كم واحد بيكون قرا الاعلام بالدليل هلا؟ مزبوط. لكان ادعي لي. الله معك حبيبي، مهونة، موفق. باي. الله معك، برهوم. لا تنسى إذا أبروك تجيب لي معك أسكاية. ايه خلص ولا يهمك يا بابا. السلام عليكم. السلام. السلام. زماني غلطان، هون شركة آيس كريم دريم ما؟ تفضل. لو سمحت بالله يا أخي. بالدور يا أخي. يظهر ما بتعرفني لحتى عم تحكي معي بهالطريقة. ومين حضرتك يعني بلا صغرى؟ عفوا، أنا شاعر. حصلنا الشرف، تفضل. شو هذا؟ حضرتك مهندس مدني؟ نعم. أهلا وسهلا، أنا قلت له لشادو أساليب الإنتاج تغيرت، تفضل. دكتور كمال كامل. دكتور؟ والتقييم الاجتماعي كمان تغير. أنا قلت له لشادو. يا معلم اعطينا وحدة والله لو سمحت. ايس كريم دريم. سلام والدي. شبك والله، بس سؤال، يعني حضرتك شو مؤهلاتك لحتى استلمت هيك وظيفة؟ شو امرت سيدي؟ لا ما في شيء، ما في شيء، اعطينا وحدة ثانية والله. تسلم، تفضل. ليش ماشي لحالك؟ لأني رايح مشوار ولازم كون فيه لحالي. وبعيد هالمشوار يا عمو؟ لا لا، خطوتين وبوصل. ايوه، طيب عمو بتحب روح وصلك انا؟ قلت لك لازم كون لحالي. طيب على راحتك يا عمو، بس هيك راح تشغل لي بالي عليك. ليش؟ بتعرفني؟ ولا بتقربني؟ مو ضروري. انت شو اسمك يا ابني؟ انا اسمي برهوم. اسمع يا ابني يا برهوم، انا ما رح اقدر كمل المشوار ومعي هالشنطه، معلش خليها بامانتك لبين ما ارجع. امانتي؟ ايه اماني. بس يا عمو يعني انت ما بتعرفني. مو ضروري. خلص بامانتك. بامانتي. وانا ما رح طول، شغلة نص ساعة وبرجع. ايه وانا راح انطرك هون، انا ناطرك.
اكيد سلموه الشغل، بس ليش ما اتصل فيني؟ ان شاء الله ما ينسى يجيب لي معه اسكاي، قصدي ايس كريم دريم. صار ماري اكثر من نص ساعه وهذا ما بين. صار له اربع ساعات غايب وما اتصل فيني، وانا بصراحه مالي قدراني اترك البيت وروح دور عليه، لاني بخاف يجي بغيابي وما يلاقيني ويقوم يطلع هو الثاني ودور علي. ساعتها انا بصير عم دور بقرني وهو عم بدور بقرني. صهري عادل الله يوفقك، قل لي شو اعمل. طولي بالك شاديه، انت ارتاحي وانا بدور عليه. قلت لي اسم الشركه ايس كريم دريم؟ ايه. طيب الله معي. لا شو طيبة هالبوزة بابا، جيب لي وحدة معك. بابا هلا عمو برهوم ضايع وانتي بالبوزة. ايه يعني إذا عمو برهوم ضاع أنا ببطل آكل بوزة. مزبوط بابا مالك ذنب، يلا. بعدين كيف هيك بضيع؟ شو هو ولد صغير؟ يا بابا بيكون ماله ضايع بس لقى شي سبب أخره عن الرجعة، وبتعرف في خالتك شادية. طب ما بيتصل على القليلة؟ يا بابا بجوز ما قدر يتصل. حبيبتي خلصي الأكل وقيمي الأكل حطيه بالبراد وغسلي، يلا. يا ربي عطشان وجوعان بس ما بسترجي اتحرك من ارضي، والاماني لساتها معي والختيار لسه ما رجع، شو اعمل؟ الو مرحبا شادية. يا شادية رحت على شركة البوزة لقيت مكتب التوظيف مسكر، على كل لا تقلقي ما برجع الا ومعي برهوم. يلا سلام. لو سمحت يا أخ. تفضل. ممكن استعير من عندك شقفة ورقة؟ تمام. يسلمون، شكرا كثير. أنا برهوم، الحقيبة معي، سأعود غدا الساعة 7 صباحا، انتظرني أرجوك. مالي غير الطريقة، ليه بدي استناه؟ هاي الشنطة هي، استنيني بس لحتى اشرب لي نقطة مي. يا ستي هاي الشنطة هي لواحد رجال كبير بالعمر، تركها معي أماني وراح على أساس بده يرجع بعد نص ساعة، وهذا وش الضيف؟
المشكلة لا بعرف شو اسمه لا عنوانه لك حتى رقم تليفونه ما بعرفه. دخلك؟ شو فيها هالشنتاية؟ ما بعرف. اف تقيلي والله. يا ترى شو فيها؟ مو المهم شو فيها، المهم بدي رجعها لأصحابها وريح راسي. وشلون بدك ترجعها لأصحابها؟ تركت له ورقة كتبت له فيها إنه يستناني بكرة الصبح الساعة 7 على موقف الباص. وين تركت له هالورقة؟ بموقف الباص على المقعد. وشو اللي بضمن لك إنه رح يرجع ويقراها؟ والله أنا عملت اللي علي. إيه صحيح، لازم أقوم أتصل بسهري عادل وأقول له إنك وصلت على البيت، يا حرام هلا بيكون لف نص الشوارع وهو عم يدور عليك. وليش لحتى يجيبها معه على البيت؟ بلكي الزلمه بده يتخلص منها وقام لبسها لبرهوم. اسمعي، قولي له يسلمها لاقرب مخفر، ولا اقول لك انا جاي لعندكم فورا، اساسا انا صرت قريب منكم. طيب، عم نستناك، اهلا وسهلا. برهوم؟ شو؟ نحن لازم هلا هلا نعرف شو في بقلب هالشنتاي. ابدا ولا يمكن. هي أمانة مثل ما استلمتها بدي رجعها. لمين بدك ترجعها؟ أصلا لو كان الزلمة حريص عليها كان رجع وأخدها. بتعرف شو عم بيقول صهري عادل؟ عم بيقول يمكن الزلمة ورطك فيها وحمل حاله وراح. شو هالحكي ها؟ الرجال مسكين يا دوب عم يحمل حاله، وبعدين لو ما مأمن لي ما كان خلاها معي. أبصر في شي شغلة منعته إنه يجي. يا برهوم صهري عادل. أهلين صهري. أهلين تفضل. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا برهوم. وسمسونايت كمان؟ سمسونايت ايه. اهلين عديل. اهلين. امشي معي برهوم، هات هالشنطة وامشي معي. اذا بدك تنام بيتك قرير العين لازم تسلمها لاقرب مخفر. يلا. معلش عديل، اسمح لي اني خالفك بالرأي لأول مرة بحياتي، يعني انا وعدت وبدي اوفي فرصة واجت لعندي لحتى اثبت انه لسه في نخوة بالدنيا، بدك يعني ضيعها؟ ولو يا برهوم، انت من امتى بحاجة لهيك فرصة؟ ما انت كل عمرك انسان نظيف وشهم وصاحب نخوة. تسلم يا عديل تسلم، بس هلأ الوضع اختلف، يعني الفرق كتير كبير بين انه تعيش حياتك ومصيرك بإيد غيرك وبين انه يكون مصير غيرك بإيدك. وانا هلأ صرت متأكد اكتر من الاول انه هذا الرجال كان بحاجة ماسة لحدا يأمنه الشنتاية، وانا ما رح اخذله. من بكرة الصبح الساعة 7 رح اروح على الموقف واستنى. مثل ما بدك، بس ليك يا برهوم، حط بذهنك انه هالشنتايه هي حتما لها قصه، يعني بجوز انت تكون هلا مراقب وممكن تصير ملاحق، واذا كان صاحب الشنتايه ما اجى استلمها من هون لبكره الساعه 7 الصبح مثل ما عم تتفضل حضرتك، في امامك احتمالين، اما يكون هو تخلص من الشنطه واما يكونوا تخلصوا منه. مين هدول؟ ما بعرف. انا قلت له لبرهوم خلينا نفتح الشنطه ونشوف شو فيها، ما كان يقبل. يمكن هيك احسن. على كل حال انا بتمنى انه برهوم يسلم هالشنتايه من هون لبكره الساعه 7 الصبح، لانه بجوز والله اعلم يكون في من وراها شي كارثه. مالي مقرر. وبلكي ما لقيته؟ وقت لك الحادث حديث. برهوم؟ شو؟ خليني اروح معك. لا شادو، انت خليك بعيدة عن الموضوع. يعني صهري عادل معه حق. ايه بجوز يكون معه حق، من شان هيك انت خليك بعيدة، ايه؟ استنى حدا؟ انت مين حضرتك انت؟ انت اللي مين حضرتك؟ وشو قاعد عم تساوي هون من الصبح؟ معناته كاين عم تراقبني.
من اول ما فتحت المحل وانت قاعد هون، وراح سكر المحل ولساتك قاعد هون. يعني لا تاخذني خليت الفاري يلعب بعبي، لا تكون منظر لك على شي محل من المحلات. لا يا اخي، هي مو حلوه منك. منو؟ انا اسمي برهوم وهي هويتي، وانا بشتغل بمهنه انسانيه. والسبع تنعام، لا تواخذنا استاذ. طبيب حضرتك؟ لا لا، انا شاعر. العدم المؤاخذة، اللي ما بيعرفك بيجهلك استاذ. يعني هو الحق معك، يعني شغل بالا، بس كل ما هنالك انه معي امانه من رجال كبير امبارح اعطاني اياها وراح وما عاد رجع، وانا طول الليل ما اجاني نوم، استنى لحد ما طلع الضوء، حملت حالي وجيت لنفس المكان بركي بشوفه بعطيه، ومثل ما لك شايف قاعد عم استنى. وشو هي الامانه؟ شنتاية سيمسونايت. وشو فيها الشنتاية؟ ما بعرف. يعني بدك تقلي انه الشنتاية باتت عندك ليله كامله وما بتعرف شو فيها؟ اي ما بعرف شو فيها، امانه هي. صحيح والله النخوة لسه ما خلصت من قلوب البشر. تسلم يا طيب. بس والله صعب عليك تضل هيك عم تستنى على موقف الباص. شو بدي أعمل؟ إذا لا عرفت له لا اسمه ولا عنوان. طيب اسمع أخي، أعطيني هالشنطة أنا بحط لك إياها بالمحل، وباخذ رقم تليفونك وبعطيك رقم تليفوني. أنا بيقولوا لي أبو ميسر. بس أنت ما بتعرفه للرجال يا أبو ميسر. إيه ما فيها شيء، أعطيني مواصفاته وأنا بقفر لك إياه من بين ألف واحد، إلا إذا ما كان في ثقة. استغفر الله، لا مو هيك، بس انا رح اعطيك مواصفاته واخذ رقم تليفونه واعطيك رقم تليفوني، بس الامانه بتتم معي انا. وبعدين بدي استنى لايمتى؟ الا ما يجي وقت ونلتقي. طيب بلكي يعني لا سمح الله الزلمه بعد ما اعطاك الشنتايه اجته جلطه ومات، شو بتعمل بهالحاله؟ بتضلك قاعد عم تستنى؟ ولو مات اكيد له اهل رح يدوروا على الشنطه، لذلك عم افكر اني اعمل اعلان بالجريده. وشو بدك تكتب بالاعلان؟ حقيبه سوداء موجوده لدينا على من فقدها القدوم لاستلامها. انت بتعرف كم شنتاية مثل هي باليوم بتضيع؟ بجوز التقالوا 10 يجوا يطالبوك فيها، وخاصه انه ما لها يعني صفات معينه اذا لحنا لهلا ما بنعرف شو فيها. معك حق، ويمكن نضطر نعرف شو في بقلبها حتى نعرف شو بدنا نكتب بالإعلان. أول شيء لازم نفك الأرقام السرية. أرقام سرية؟ ايوه، هي بدها الزيبق، هي نحن ما رح نعرف فيها. مو ضروري، مثل الافلام. مثل الافلام؟ ليش مالك شايف كيف بافلام العصابات لما بدهم يسرقوا شي خزنه بيجيبوا سماعه الطبيب، بيحطوا السماعه على الخزنه وبيبلشوا بيبرموا بهالارقام، بس يسمعوا صوت طقه بيوقفوا. طقه؟ ولا مره انتبهت انه في طقه، يعني هيك شي بس بجوز يكون مزبوط، بس هلا من وين بدنا نجيب سماعه الطبيب هلا؟ ما في داعي، القمع بيوفي بالغرض. القمع؟ شو أنا متجوز شادين لوبين ومالي دريان؟ هلا أنت بتحط لي إذنك هون. ايه؟ وأنا ببلش ببرم بالأرقام. ايه؟ وأنت أول ما بتسمع صوت طقة بتقلي ستوب. يلا. بس ما في هيك كلمة أصغر من ستوب؟ إذا في هات. عشان تنسمع الطقة طق. ايه؟ بقول أنا مثلاً. قول. مثلاً باه. باه. يلا. أوكي. حط إذنك. ركز معي. باه. عن جد برهوم؟ ايه، في شي طق بإذني. كتير منيح، يعني هي خلصنا من أول رقم. با با. عظيم، صاروا رقمين. با. صاروا ثلاثة. فتحت الشنتاي. با. مصاري. الشنتاي معباية مصاري. ليش قديش بيطلعوا هدول؟ كتير كتار، بحياتي ما شفت مصاري بهالكمية هي. يعني ولا بأفلام العصابات؟ ولا بالمنامات حتى. معناته شادية نحن لازم نعدهم منيح هدول لحتى نعرف قديش بدنا نكتب بالإعلان. ولك شو جنيت أنت؟ شو بدنا نكتب لهم بالإعلان؟ اللي ضايع له ملايين يجي لعنا يتفضل وياخدهم. هلا هدول ملايين هدول؟ لك هدول عشرات الملايين. لكان شو بدنا نكتب بالإعلان؟
ما رح نكتب شيء. عادة هيك مبلغ أصحابه هن اللي بيركضوا وراه وهن اللي بيكتبوا إعلان عنه. شو 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 يعني شو؟ يعني هذا المبلغ لو كان له أصحاب ما كانوا استنوا 3 أيام، كانوا قلبوا الدنيا فوقاني تحتاني لحتى يلاقوه. والرجال الله يرحمه الله يرحمه. أنت عملت اللي عليك، لا خبر ولا مخبر. بعدين شو بيعرفك؟ بجوز يكون ملاك حارس الله بعد اسمه الرب بعت لنا يا لحتى يجبر بخاطرك من بعد ما رجعت مكسور الخاطر من عند آيس كريم دريم. لحظة لقلك. ايه شو بدك شادية؟ كل شيء كل شيء مرسوم ومدبر كل شيء. ايه شادية والله كل شيء. شادية شو انت عم تهلوسي؟ ابدا انا ما عم بهلوس، انا هي اول مرة بكون بكامل قواي العقلية. اسمع لقلك. شو؟ هلا آيس كريم دريم إذا قرينا أول كلمة آيس، إذا قريناها أيسة. شو معناها؟ أيسة؟ إيه أيسة يعني يأسة يأسة يأسة. إيه وكلمة كريم إذا قريناها كريم شو بتصير؟ كريم الله كريم. أنت قلتها الله كريم. لحد هلا ما فهمت عليك شي شادية. بسيطة كتير أنا رح فهمك. بتصير كلياتا لا تيأس الله كريم. صفيان دريم 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 معناها حلم. بتصير لا تيأس الله كريم ورح يخليك تعيش كل حياتك مثل الحلم. شادو انت رح تدوخيني. ها الحق معك شي بدوخ. يعني هو كلام حلو بس ما في اي دليل مادي يقنعني. وشو بدك دليل اقوى من هيك؟ هدول مصاري مو إلنا. لكن لمين؟ شو بعرفني؟ برجع بقلك إذا في إلهم صاحب رح يرجع ياخدهم. ومن هون حتى ياخدهم؟ رح ننام عليهم. فتوء الفرشة لقلك. شو رح تعملي؟ رح نعد ونحشي. يعني رح ننام عليهم فعليا مو مجازيا. يجوز الوجهان. فتوء لقلك. ايه؟ نفتح. عدي لقلك. هلا دايما صحة بابا. انت تركي من ايدك روحي فرشي اسنانك وعلى النوم. يلا تأخرتي بابا. يلا. طيب بابا بونوي. بونوي يا حبيبتي. الو اهلين برهوم. خبرني شو صار معك. لقيته؟ ايه عظيم. بس وين صار له غلطة يومين ثلاثة؟ مرضان؟ طيب سيدي الحمد لله على سلامته. وسلمته الشنتاية باليد؟ ممتاز. يعني هلا ارتاح بالك؟ طيب عظيم. سلم لي على شادية كتير. تصبح على خير برهوم. عادل مشي حاله. يعني ماله شاكك بشي؟ نهائيا. نهائياً. قلتي لي 20 مليون ليرة. 20 مليون ليرة. الشنتاية شو عملتي فيها؟ ليكا مخدة سويتها. هاي؟ أيوة الوسادة الخالية. عم أصفهم بهالشنتاية إنه شلون كنت حاملها وأطلع من ميكرو لميكرو وأمشي بين هالعالم وماني عارفان إنه فيها 20 مليون ليرة. عن جد برهوم شو شعورك وأنت بتملك 20 مليون ليرة؟ شادية لا يروح فكرك لبعيد. المصاري مو إلنا. خلينا نفترض إنهن إلنا لبين ما يبين صاحبهم. الله يخليك برهوم لا تحرمني من هالشعور. يعني خلينا نحط زمن افتراضي وليكن شهر لبين ما يبين صاحبهم وخلينا نعيش بهالشهر مثل المليونيرية. المصاري مو لإلنا. تصبحي على خير. وانت مليونير. ايش مالك ملجدتي يا ابني؟ ما عم يجيني نوم ولا انا. تفضلي عطب. يا جماعة في حدا منكم مزعل شادية شي؟ اكيد مو انا. انا صار لي اسبوع ما شفتها. هذا قصدي.
شادية صار لها أسبوع ما داست بيتنا. لا تكون أنت يا جميلة مسمعتيها شي كلمة. لا لا لا، شادية متعودة على دجات عمتها. يعني أنتوا قررتوا وانتهيتوا أنه أنا السبب؟ لا لا عمتو، هن مو هيك قصدهم، بس هن أنا بيقصدوا أنه أنت صريحة واللي بقلبها هيك على راس لسانك. بقى بجوز يعني شو بجوز يعني؟ على كل يا جميلة، أنت بتموني والبنات بناتك، وأنا عم بسأل لحتى أعرف السبب مو لحتى فاتشك. طمني، أنا صلي مدة ما جي صوبهم يس منها ومن جوزها، طول ما هن بهالعقلية ما رح يقبوا على وش الدنيا ولا رح يشوفوا لهم يومين حلوين. أيوة عمتي من هدول. أيوة عمتي من هدول، يعني بحكي الضغري بنزعل منه. أيوة أي تمام. أنت شو قصتك؟ أيوة من هدول وتمام. ما في شي عمتي، بس أنا بقصد إنه أنت من غير ما تحسي بيطلعوا مني. شو هدول؟ هدول؟ استغفر الله العظيم. نادي حلي عن عمتك بقى وخلينا بالشادية. أنا كمان ملاحظ على إنه شادية وبرهوم جياتهم قلاني لعنا شوي. حتى تليفونات ما عم تحكي، انا اللي عم بتحركش فيها. اي وشو عم تقليك؟ دائما نفس الحجه، ماما مشغوله، بكره بيجي وبيجي بكره واللي بعده على قولة مشغوله. شادية تنشغل؟ بشو بدها تنشغل مشان الله؟ مشان هيك انا عندي احساس انها زعلانه. الله يرضى عليك يا ناديه، بكره بعد الشغل بتمري عليها وبتشوفي شو قصتها. حاكم شادية كتومه وما بتحكي لي بقلبها دغري. حاضر ماما، خلص رح امرق عليها. بونجور مرشدي. شو هاد شو هاد؟ أما شو رح حضر لك نقفة دين وفطور؟ ملوكي عسل أشقوان مرتديلا ومربى. ومنين لك المصاري؟ سحبتهم من تحت رقبتك. قول لعالي ليش فايق ورقبتي مشكوكة. بعدين تعي لهون، تعي شادو. نحن ما اتفقنا انه ما نمد ايدنا على شي من المصاري؟ هلا لا تكبر الموضوع، اعتبرهم دين. دين؟ من مين بلا زهرة؟ من الملاك الحارس، وبس يرجع بنبقى بنحاسبه. شادو بلشنا؟ شو قصتك برهون؟ كل عمرك بتحب اللقمة الطيبة، هلا لما صرت بدك تاكلها من تحت دياتي صرت بدك تتدلل؟ وانا اللي كنت مفكره حالي قال عم قلت لك اياها مفاجاه. مالي نفس، معدتي عم توجعني. شادية؟ ايوه ايوه. صباح الخير استاذ برهوم. اهلين اهلين جار، تفضل. معلش مستعجل، بس حبيت ذكرك فاتوره الكهرباء والمي اللي دفعتهم عنا. ولا يهمك جار، الظهر بيكونوا عندك تكرم عينك. كتر خيرك اختي. خير الله، تفضل افطار معنا. ان شاء الله صحتين، سبقتكم، خاطركم. مع السلامة جار، الله معك. مع السلامة. شوف شادية، شايف أخذت إيدي؟ اعتبرهم دين. حلوة الأسبانة. هلأ فاتورة الكهرباء والمي اللي دفعها جارنا شو بتسميها؟ بسميها دين. وحساب السمان واللحام والخضرجي وإجرة البيت المتراكمة 4 أشهر كمان دين. وأقساط البراد والغسالة والتلفزيون دين. ايه وقفت على الملاك الحارس. بعدين أي أحسن نكون مديونين لميت شخص ولا لشخص واحد وغير مرئي؟ مشان هيك حبيبي ريح حالك وعيش بتجرد وانسى انك مديونير وجرب انك تعيش حياة المليونير. الله يخليك يا برهوم، خلينا نفطر فطور مثل عالم والناس. والله انا نشف قلبي من الحمص والمسبحة والفلافل. دوقة دوقة دوقة، هاي من نوع جولدن كتير طيبة. يلا باي. الله معك ماما. بابا لا تستني شوي، خدي هدول اشتري لأختك فروج. فروج؟ ايه مو رايحة لعند الظهر، بتلاقي حلوة منك كنت داخل عليها بفروج. حاكم برهوم بحب الفراريج المشوية. على عيني، راح اخذ له فروج. باي. الله معك. لأنت بدك تضل تطمع هون يا كريم؟ أصلاً أنت اللي عودتهم يعتمدوا عليك وعلى غيرك. معلش يا جميلة، إذا كان الزمن قاسي عليهم كمان نحن بدنا نقسى. جميلة دعي لهم الله يفتحها عليهم بدل ما تضلي تنقي على أخوكي. يا رب، بتمنى. ليش أنا بحكي غير لمصلحتهم؟ يا رب يا برهوم ويا شادية، تناموا وتفيقوا وتلاقوا حالكم نايمين على كم مصاري. خليكم خليكم
هلا افتح. ما هذا؟ كوردون بيو، تشيكن على كييف، سلاد روس، وكولا، شوكة وسكينة. حاس حالي بمطعم 5 نجوم. ولسه ما شفت شيء. انت بس اقعد على هالفرشة وتأمر مثل هارون الرشيد وكل شيء بيحضر لخدمتك. تفضل. مرحبا. مفاجأة. أهلين نادية. وأنا اللي مفكرة حالي عاملة شغلة وجابت لكم فروج. ولا يهمك حبيبتي، زيادة الخير خير. شو؟ طابشينا كتير. مالكم يا درسانين؟ عم قول لحالي الغطة مو لالله. ليش ما تريتي؟ ليش شو بدي إدراك؟ يا لطيف. لا الموضوع ما بيطمن أبدا. اللي بيشوف هالشوفة يقول إنكم قاعدين على قتل مصاري. صار لازم دق على الخشب من عينك، هذا بدل ما تباكي لصهرك برهوم على الوظيفة الجديدة. مبروك مبروك برهوم. معناها هذا حلوان الشغل الجديد ما؟ لا لا، بس الشركة اللي بيشتغل عندهم برهوم بيوزعوا على الموظفين وجبات. ظريفة هالشركة كثير. شركة شو هاي؟ هي شركة عالمية لبوظة اسمها آيس كريم دريم. ايوه ايه الله يصلحهم، كانوا يوزعوا لنا شيء مع بوظة مع الوجبة. وزعوا بس اكلناهم قبل ما تجي، يعني لو كنا عارفانينك بدك تفاجئينا بهالطلة البهية كنا قلنا لك حصتك. يلا ماشي الحال، بسيطة، المرة الجاية إن شاء الله. تفضلي 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 قبل ما يبرد الأكل. بس شادية بدي صحن وشوكة يعني. يه يبعث لي حم على هالنزوة. كأنه في شيء متغير بالبيت. مثل شو؟ ما بعرف. هالمخدة كأنه جديدة ما؟ هي من اختراعي أنا، عجبتك؟ مبينة انه من اختراعي. لك يا شادية، إذا ناقصك مخدات مري لعنا على البيت مليان. لا حبيبتي مو ناقصني، تفضلي. أهلا وسهلا، تفضلي. صحيح شادية، أنت شو قصتك؟ أي قصة؟ يعني صار لك كم يوم ما مرقتي لعنا على البيت، وقت اللي شفتيني إجتك الجمدة. في شي؟ مثل شو يعني؟ زعلانة مننا شي مثلا؟ لا أبدا، الله يسامحك. وليش لحتى أزعل منكم؟ طيب لكن ليش ما قاطعتينا؟ لا ابدا ما في شيء، بس برهوم مو استلم الشغل. فانا عم بضطر اقعد بالبيت لحتى استنى، ويقبر قلبي عم برجع تعبان. تعبان عم يحط راسه بينا. يعني هلا هو اخذ اجازه؟ لا شو اخذ اجازه، بس هو بيرجع عن الشغل بياكله لقمتين بعدين بينام له شوي وبردي بيرجع على الشغل. ايه برجع. يعني انا هلا جيت بوقت غير مناسب. لا شو هالحكي نادية، بالعكس البيت بيتك، بعدين انا مو ضروري نام يعني. لا شو مو ضروري تنام. نادية مالها غريبة حبيبي. ايه؟ انت فايق من الصبح بكير. ايه تعبان. كلك لقمتين وحمل حالك وفوت نام. بدي نام. على كل انا كمان ما رح اتاخر. شو تتاخري ما تتاخري، انا مشتاقت لك حبيبتي، برهوم يصطفل. ايه يصطفل. ما بقدر والله يا شادية، يعني يا دوب ارجع على البيت اعمل لي دوش ورد ارجع على المركز، عنا اليوم امسيه شهريه. كنت حابة إنه أعزمكم بس الظاهر برهوم مشغول. لا أنا من زمان مشتاق لأني أحضر أمسية شعرية، لأنه برهوم وشغلك شو بنا؟ أي لا شغلي دايما إن شاء الله. صحتين. بس ما أكلتي نادية يعني؟ لا أكلت. شو ما أكلت؟ هلين حبيبتي عدي أبي مري لعنا على البيت. أهلك مستفقدين لك وبقيان بالهم. سلمي على عمي مرت عمي وعمتي. وصل. الله معك نادو، هوني سلمي لي على ماما وبابا. الله معك، مع السلامة. عيدي يا نادو، مع السلامة. عجبك هيك؟ كنا رح ننكشف. يمكن نحن صار لازم ننقل نشاطنا خارج المنزل. يا لطيف ليش؟ شو نحن عصابة ولا صار اي شيء سرقة؟ برهوم. مو انت قلتي انه هذا دين؟ دين، بس دين كبير. نحن ما لازم نلفت نظر حدا، خاصة اهلي. لذلك ما بقى في داعي نجيب الاكل لهون على البيت، من هون ورايح العشاء رح يكون بأحلى مطاعم، وأحلى مطاعم بدها أحلى لبس. يا حبيبي كرمال عم تكبر الدينة. شو برهوم؟ من نرد نرجع لنفس السيرة؟ شلون لقيت لي هالمطعم؟ شي مثل الخيال. وحياة أمي بحياتك كنت بتحلم تفوت على هيك مطعم؟ ولا حتى بالمنام. ميرسي.
خاصتي إلي كمان. ميرسي. فهمتي شي شادية؟ طبعا. شو؟ طيب ليكي انت هلا اطلبي لي مثل ما بتطلبي لحالك منيح؟ اوكي ماشي. بدنا احكي مع يعني مشان بدي كوردون في شادية؟ هلا انت متأكدة انك انت شادية؟ ليش شو شايف قدامك؟ شو شايف قدامي؟ شايف سيدة ساحرة من سيدات المجتمع المخملي يلي ما بحلم بعشر سنين بس الا مرحبا. لا لهالدرجة برهوم. لا هالدرجة واكثر. وانا شايفة قدامي كونت. كونت؟ بس متعاطف مع الطبقة الكادحة. ان شاء الله برهوم حاجة تضحكني، هلا بتتجرم الكحلة. كأني سمعان هاللحن قبل مرة. وأنا كمان سمعانته بس ما بعرف وين. هاي المعزوفة اسمها الفصول 4 لفيفالدي. تذكرت الفصول 4. ميرسي. جالك. شوفي شكلها بأحلام. ويلك عم. ما قلتي لي شادية أنت منين بتعرفي لهذا المحل؟ أنا ما بعرفه ولا بحياتي دخلت له، بس بسمع أختي فاتن دائما بتحكي عنه وعن أكله الطيب. يعني ما حكيت لك فاتن قديش فاتورته؟ ونحن شو بيهمنا؟ قلتك نحن شو بيهمنا؟ إيش ومالك الجورابار أحسن منا؟ أصرخ ما في الجيب يأتي كما في الغيب. تفضل. شوفك شادية، شوفي كنت فاتن وابو مازن عديلي ما تضمون ارضك، فنيبني ارضك، لا تحرك، حط هي على وشك، حط هي على وشك، حط على وشك. اهلا وسهلا مالك فيك، تفضل. طاولة محجوزة؟ طبعا ولو. تفضل. يا الله شو هالحظ هذا اللي لقلي حتى لهون لحقني اهلي. لك شو انا مكتوب علي ما اتهنى ولو بربع ساعه واحده من حياتي بدون ما حدا ينقص علي. يعني شو نعمل بدنا نضل هيك؟ لا لا احسن نقوم من هون. شو نقوم من هون؟ لسه ما اكلت ولا لقمه. اطلب الحساب بس بدون صوت. شلون بدي اطلب الحساب بدون صوت؟ شلون يعني؟ يا اخي اشر له. ما عم ينتبه لي، أشر له أنت. لك شو أشر له أنا؟ الأصول إنك أنت اللي تأشر له، شو بدك تفضحنا قدام المجتمع المخملي؟ فضحك قدام المجتمع المخملي؟ هلا أنت مو أنت اللي جبتينا على هيك مطعم، وأنت اللي بدك تبرصي، أنا بدي أتبرع. مرهوم هلا مو وقتها. لك أنا قومي تفضلي أنت حليها، مو أنت أم الحلول على أساس؟ بعدين تعالي أقول لك، أنا محلك بقوم سلم على أختي هلا بشكل طبيعي، ولا كأنه في شيء، وإذا سألتني شو جابكم لهون؟ بقول لها إنه جوزي عم يشتغل بشركة عالمية، عطتنا بطاقتين للعشاء بهذا المطعم، شو فيها؟ بالله إذا مرقت الظهر على نادية ما رح تمرق المساء على فاتن، رح تبين تخينة. هلا الحمد لله على السلامة، إذا بتريد أعطيني الفاتورة بالله. إن شاء الله ما يتأخر فيها لأنه رح ينقطع نفسي. قال جاي مشان نشم هوا، لح نختنق. تفضل. فاتورة لو سمحت هيك شوي بالله. 6000 ليرة. شو بك؟ مش بدافع شيء من جيبتك؟ مش في أي مشكلة أستاذ؟
لا ما في شيء سلامتك. بالعكس اي مشكله، بالعكس انا عم نقول انه المبلغ قليل 6000 لازم اكثر على الاكل الطيب. حبيبي قلت لي 6000 شريف تفضل. 1 2 3 4 5 6 وهي 7 جات شبرق فيهم. شكرا. يا قوم يلا قوم قوم وضحتنا قدام اكابر القوم. قوم لا خلصيني شو ما تهنينا هلا هيك بدنا نقضيها. شو بيعرفني؟ مساء الخير. مساء النور. لا دخيلك لا.